يا له من تاريخ كبير لهؤلاء رجالات النادي الأهلي، بكل تأكيد يستحقون كل هذا التكريم وهذا الوفاء الغير مستغرب حقيقة لكل إدارات النادي الأهلي. لكن أرحب مجددا أيضا بالدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كنت قد أسلفت أنه وكيل، هو رئيس حقق علينا مش من الإخوان. عموما ليتكرم الرئيس الكابتن محمود الخطيب ويتفضل لتكريم الكابتن محرم الراقب والمهندس عدلي القيعي، فليتفضل مشكور. كابتن محرم، كابتن عدلي، تفضلوا لو سمحت.